حكومات سابقة همشت قالمة وحقرتها وجعلتها ولاية ظل، لأنه عندها عقد من رموز قالمة من أبناء بهديس وعبد القادر، أمثال الزعيم الراحل هواري بومدين، حرشي حسان وسويداني مجمعة وغيرهم. كل الطرق الولائية مزدوجة إلا طرق ولاية قالمة. لا سنتيفيل اليوم ما عدناش، الإنارة الفلاحية مشات في كل الولايات إلا في قالمة، ونقول فلاحية ماشي ريفية. ولايات مثل برج عندها 1300 بئر عميق، وقالمة اللي عندها سد واحد مخصص للشرب وللسقي عندها 12 بئر عميق فقط، وسدود تنتظر الإنجاز مثل سد مجاز كدي حريشة بماونة، واد غانم بمجاز فا، سد ناظور وسد بوشقوف. ولايات عندها المتر والترامواي، وحنا اللي كان عندنا السكة الحديدية إبان الحقبة الاستعمارية اليوم ما عدناش. ونفس الشيء المطار بلدية بالخير اللي بالمناسبة سيدي الوزير راهو جاهز لاستقبال الطائرات المقتنات مؤخرا لإطفاء الحرائق نظرا لمكانه المميز وسط الغابات. ولايات عندها اللي راموس سكانار، وإحنا سكانار الوحيد شريناه من ميزانية الولاية المخصصة لدعم الجمعيات الرياضية. ثقتنا في رئيسنا كبيرة وفي حكومتنا وفي الوالية الوفدة الجديدة لولاية قالمة اللي راح ندعموها ونعونوها لأننا نعرفوها جيدا كما كانت شاف دائرة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.